السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل القناة التعليمية في موضوع حول الوقاية خير من العلاج. كيف نقي النحل حتى لا نقدم العلاج؟ وهي مقولة ومثل قديم. هناك مجريات وأمور على النحال القيام بها حتى يقي نحله من الهلاك والموت وذهاب الغفير أو ذهاب المنحل بمجمله. الوقاية خير من العلاج محاضرة قيمة يتطرق إليها الأستاذ الفاضل أبو مازن الأهنومي من اليمن، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هناك مفاهيم أو مصطلحات نلقيها نحن أو غيرنا، يعني يجي يقول لك مثلا الوقاية، أنا أستخدم الشيء الفلاني وقاية. هو فعلا يعني كما يقال درهم وقاية خير من قنطار علاج، لكن ما هي الوقاية في مسألة النحل؟ مثلا هل هو أن أرش مثلا كل فترة أرش بخل، سواء خل عسل أو تفاح أو غيره، وخلاص واعتبر واقول اعطت لي والله انا شفت نتائج لان انا اعطيتنا النحل وقايه، ما هوش صحيح. الوقايه مفهوم اكبر من هذا الكلام. الحفاظ على النحل من عوامل المناخ يعتبر وقايه، يعني الحفاظ على النحل من البرد وقايه، الحفاظ على النحل من الشمس المباشره وقاية، الحفاظ على النحل من ارتفاع الرطوبة داخل الخلايا وقاية لكثير من الأمراض، والمحافظة على النحل من الانخفاض الحاد في الرطوبة يعتبر أيضا وقاية. الرفع من مناعة النحل بالمغذيات المناسبة وفي الوقت المناسب أيضا وقاية. عندما نرفع مناعة النحل فنحن نقيه بكثير، نستطيع نعطيها الحماية أو نستطيع نعطيها القدرة على مقاومة الأمراض قبل أن تحدث. إذا نحتاج إلى فيتامينات ومعادن، تنظيف الجهاز الهضمي كل فترة، سواء بالخل سواء بالأعشاب الطبيعية، مرة منقوع الزعتر، مرة منقوع الشيح، مرة كذا ومرة كذا، هذا أيضا وقاية. ما ننتظرش لو ما نشوف بوادر وعلامات المرض حتى نبدأ نعالج. أيضا مكافحة الفروة، باستمرار وقاية للنحل من الفيروسات، وقاية للنحل من الضعف بسبب تطفل الفاروة على جسم النحلة. إذا عندما يجي يقول لك واحد أنت استخدم الشيء الفلاني من أجل الوقاية علشان ما يصاب النحل بالمرض، غلط. ليس هناك شيء واحد يعطي النحل وقاية كاملة، يعني إذا استخدمنا الخل لا يكفي، نحتاج مع مغذيات أخرى، نحتاج فيتامينات، نحتاج معادن، نحتاج إلى البروتين في بعض الأوقات، نحتاج إلى الكربوهيدرات أكثر من أجل الطاقة في بعض الأوقات الأخرى. فمفهوم كلمة مفهوم الوقاية خير من العلاج مفهوم واسع، ويكفي، ما أريد أن أتشعب أكثر.
النوزيماس يا أبيس تختلف عن النوزيماس سيرانا، تختلف مجهريا، وهذا ما هوش علينا لأنه يستطيع يفرق بينها المخبري من خلال المظهر، مظهر السبورات. لكن نحن نستطيع نفرق بالأعراض. السيرانا ليس لها أعراض تظهر على النحل، موت مفاجئ، موت وما نشوف في السبب، ما نشوف في سقط ولا نشوف فيه زحف شديد ولا نشوف إسهالات قوية، إنما نشوف النحل يتغذى ويموت في الغذاية، نشوف النحل ينهار تنهار أعداده وما نشوفش عدد موتى يعني كثير داخل الخلية، يعني النحل بيروح المرعى وما يرجعش، يروح المرعى وما يرجعش. فأنا نشاهد انخفاض حاد في عدد هذا في الحالة، في حالة السيرانا الحادة جدا، انخفاض حاد في أعداد النحل، وداخل النحل نجد داخل الخلية نجد موت بسيط 10 حبات 15 حبة، ما نجدش ذلك العدد الكبير. إذا وين راح النحل؟ فيه نزيما سيرانا، بيروح يرعى لا يعود. النزيما أبيس لا تشاهد النحل ضعيف يحاول الطيران ما يقدر، تشاهد النحل بدأ عنده إسهالات شديدة، تشوف لدرجة أنك تراها على الإطارات، تراها على بوابة الخلية. فيه مظاهر نراها، أعراض نراها على النحل، قد يكون سببها سير النزيمة أبيس، وقد يكون سببها أوليات، وقد يكون سببها فقط تلبكات معدي ما يعني معوية لدى النحل. لكن يعني من ما يستأنس به إذا رأينا إسهالات نقول في ربما يكون النحل مصاب بالنوزيما اللي هي نوزيما أبيس. نوزيما سيرانا ما نشوفش أي أعراض، نعطيها النحلة تبدأ تتكاثر، عندما تظهر إصابة النوزيما سيرانا تتكاثر أبواغ النوزيما في معية النحلة، فعندما تأخذ سكر تنتفخ، ينتفخ بطن النحلة وتموت، تزحف قليلا داخل الخلية وتموت داخل الخلية، أو تموت داخل الغذاء ما تستطيع تخرج نهائيا. فهذا يدل على نوزيما سيرانا، انخفاض أعداد النحل بشكل ملفت بدون أعراض يدل من يعني يدل على نوزيما سيرانا. انتفاخ بطن النحلة وعند الضغط عليها يخرج سائل ماء يعني أصفر مائل للبني وله رائحة كريهة يدل أيضا على يدل على النوزيما أبيس. ففي فرق أن النوزيما أبيس تظهر أعراض ونعالج، بينما نوزيما سيرانا ما تظهرش أعراض وما ونتفاجأ بالموت الشديد في الغذائيات أو بتناقص أعداد النحل الحاد جداً.